هكذا كان التخطيط الإلهي كما يبدو يقتضي أن تكون الصديقة الكبرى رمزا للتولي وأن تكون أعظم رمز للتبري من أعداء هذا الرمز الذي لا يمكن أن ينكر الاخرين متحيرون الاخرون متحيرون ماذا يفعلون وماذا يقولون ونعتقد ان هذا جزء من الهدايه الالهيه للبشر اشلون البخاري هذا الرجل الذي يتورع يعني يرى انه يتورع في روايه روايه عن الامام الصادق صلوات الله عليه قال اين ذهب ورعه عند نهر بلخ روايه واحده لا يرويها عن الامام الصادق مع ان كل المذاهب الاربعه عيال على المدرسه الفقهيه للامام الصادق ويروي عن الخوارج وامثاله اشلون هذا في كتابه تجدون ادانه واضحه وصريحه لا يتمكنون منها خلاص في مكان يكتب في صحيح البخاري اللي هو اصح كتاب عندهم بعد كتاب الله في مكان يقول أن النبي صلى الله عليه وآله يقول إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها وفي مكان آخر يقول إن فاطمة صلوات الله عليها ماتت وهي واجده على فلان وهجرته في مكان يقول وما كلمته إلى أن مات شلون هذا جاي في كتاب هذا الرجل اللي من كتابه اسقط الوف الاحاديث او عشرات الالوف من الاحاديث راجعوا كتاب الامام الصادق والمذاهب الاربعه شوفوا منهج هذا الرجل في تدوين الحديث هذا جزء من الهدايه الالهيه الهدايه التشريعيه للاله حتى معالم الحق تكون واضح ولا تخف